لا توجد في العراق سياسة خارجية تجاه الشرق الأوسط أو إقليم الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا أو أوروبا أو العالم الغربي والشرقي. كان هناك انكفاء خلال فترة الاحتلال للظروف الصعبة طبيعة الحرب، أيضا كان كدولة تحت الاحتلال طبقا لقرارات الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون له سياسة خارجية مستقلة، لأنه كان فاقد للسيادة. وعندما انتقلت السيادة إلى الدكتور علاوي وبدأت الإجراءات للذهاب إلى مؤتمرات تأسيسية ودستور 2005 وغيرها من التفاصيل، ولكن مع الأسف ومثل ما أشار ضيفك الكريم، يعني الأحزاب اللي احتكرت السلطة من 2003 لليوم هي أحزاب لا تمتلك نظرية سياسية معاصرة، لا تمتلك نظرية اقتصادية معاصرة، لا تؤمن بعلم السياسة الوضعي والدولة الوضعية، هي تؤمن ب يعني إذا جاز التعبير المنظور الدعوي للحركات وللأحزاب الإسلامية المذهبية. هنا تكمن المشكلة. أيضا مسألة التحالف الواسع النطاق مع إيران وفرض إيران نمط من الهيمنة على السياسة الخارجية العراقية. نتذكر تماما الجعفري عندما كان يحضر اجتماع القمة العربية يصوت ضد أو يعترض ضد القرارات العربية، عندما يكون قرار يتعلق بحزب الله أو قرار يتعلق بإيران أو غيرها من التفاصيل أو البحرين. أصبحت وزارة الخارجية العراقية مع الأسف عبر عدة محطات هي دائرة ملحقة بوزارة الخارجية الإيرانية، طيب دكتور، وكان هناك تيارات تتشدد دكتور باتجاه غازي، عزل العراق عن محيطه الإقليمي محيطه الدولي جميل. واحتكار إيران فقط للعلاقات الاقتصادية طيب دكتور التجارية غازي، هل الصناعية فقط الزراعية إيران؟ العسكرية الأمنية. دكتور غازي إذا لهذا تسمعني السبب جنابك، العراق اليوم عندما بدأ ينفتح خلال حقبة السيد العبادي على دول الجوار وزار المملكة العربية السعودية وشكل عبر المفاوضات المجلس التنسيق الاقتصادي الانفتاح على دول الخليج، الانفتاح على مصر، الاجتماع الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، هذه تشكل محطات مهمة اليوم لظهور سياسة أو تأسيس لسياسة شرق أوسطية مهمة للخارجية العراقية، مع احتفاظ بعلاقات وطيدة علاقات جوار مع إيران، لأن إيران بالنهاية أيضا دولة مهمة في مختلف العلاقات السياسية الاقتصادية طيب الاجتماعية الثقافية. طيب دكتور غازي أيضا تسمعني يمكن أن جنابك يكون بعد علاقات إذنك. وثيقة مع تركيا، طيب مع دكتور غازي مصر، مع تسمعني، الدول العربية، مع دول الخليج العربي، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين إلى آخره. لا يجوز الذهاب إلى عزلة، لأن هناك مصالح متبادلة، والعلاقات طيب الدولية بالنهاية هي علاقات تبعية متبادلة ومصالح متبادلة. إذا هذه العلاقات تصب في إطار جميل ضمان جميل المصلحة دكتور الوطنية دكتور غازي العراقية. دكتور غازي إذا